السلام عليكم، كيف انتم؟ اكيد اللي لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد ديال الفوداري. ان شاء الله اليوم غنحضروا معكم البطبط عامر. شنو غادي نحتاجو؟ عندي هنايا البصله خضريه، اللي ما عندوش يعملها البصله عاديه. عندي فلفله حمراء خضراء وصفراء، طريف صغير من كل حبه ديال الفلفله، قطعوا غير طريف صغير. واحد الخيزو ولا واحد الجعده، قزبر ومعدنوس، واحد معلقة صغيرة عامرة ديال التحميرة، نص معلقة صغيرة ديال القرقوم، ربع معلقة صغيرة ديال الإبزار، الكمون وديال سكنجبير، قرق وزعفران ملون غير شوية، 100 غرام ديال الكفتة، 250 غرام ديال دقيق الفرص، واحد معلقة كبيرة ديال السميدة، نص معلقة صغيرة الملحة، معلقة صغيرة عامرة ديال السكر، وربع حتى نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز، حيت اصلا ما غاديش نخليوه يخمر، ولكن كتفتي لينا الخبز صافي. والكاس د الماء 150 غرام، 150 مليلتر د الماء. شنو كنديرو؟ كنديرو هذيك الكفته تشحر لينا في المقله مع شويه ملحه دغيا في ساه باش ما كيبقاش خضره. كنجيبو ديك الخضره ديالنا كنطحنوها، وخيزو كنحكو في الحكاكه الكبيره، كنعصرو منهم هذيك الماء كامل. ديك الساعه كنضيفو عليه هذيك الكفته اللي طيبنا، و 25 غرام ديال الزبده. راه الكفته راه كتجي لكم هي هذيك، راه ماشي ناقصه ما والو، مع الخضره وداكشي. خضره راه كطيح كتهبط الا كطيب، ما كتبقاش هيدا زعما بزاف. والزبده كنعملوها باش كتجي لينا العماره ديالنا طريه، ما كتجيش ناشفه. حنا كنعرفوا راه العماره ديال الكفته كتجي ناشفه، ما كتجيش بحال دابا اللي عملنا دجاج ولا شي حاجه، كتجي الكفته سبحان الله ما عرفتش علاش، ولكن كتجي ديما ناشفه في العماره ديال اي حاجه. مهم كنزيدو على ديك الزبده باش كتجي طريه لينا في الماكله ديالنا، وما كتجيش ناشفه. مهم كنعملو شويه ديال الزعفران كما كتشوفوا. هادشي كامل راه ما غاديش نستعملو، غادي نعمل دابا تشوفوا حتى النهايه تشوفوا شحال غيبقى لي. كنعملو العماره الاول عاد نمشيو للعجينه، هاد العجينه ما خصناش يتخمر، كنخليوها هيدا كنعجنوها تمتم ونطيبوها تمتم، داكشي علاش كنسبقو العماره ديالنا. كنعملو هذاك الشيء كامل مع بعضياتهم، كنضيفو الماء بشويه بشويه. العجينه خصها تجي قاسحه، تجي قاسحه، ولكن تجي اش كيفاش نقول لك، ماشي كتجي قاسحه، ولكن خصها تعجن مزيان. الا عجنتوها مزيان كتكون قاسحه، كتجي لكم سهله في الخدمه ديالها. حيت الا عملتو العجينه كتكون طريه بزاف، غادي لكم صعيب باش تعمروها وتقرصوها، كلشي غادي يخرج منها، غادي لكم صعيبه شويه. احسن العجينه تعملوها شويه قاسحه. هذاك الكاس الماء ما تعملوش في مره في دقه واحده، بقى تعملوا ضيفوا بشويه 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 حتى كتلقاو، حيت كل طحين وكيفاش، هذا الطحين كيختلف من اخر. كما كتشوفوا كنخليوها تعجن مزيان. هاد العجينه هذه خرجتني 8 الحبات ديال الخبيزات، عملتهم عبرتهم باش يكونوا شويه قد ما بين 52 غرام حتى 55 غرام من الحبه. راه كتبان زعما حبه ستيت وصغيره، ولكن راه الساعه اللي كتكون كتقرصها كتلقى كتكون متلوقه راه كتخرج لك كبير تبارك الله. كما تشوفوا راه قسمتهم على 8، هذيك اخرين كنغطيهم ببلاستيك غذائي باش ما كيكونش في هذيك القشره. كنجيب واحده هيدا، هذيك الا زعما عندك اليد شويه ثقيله من احسن تغطيهم. انا غنوريكم واحده كيفاش كنعملها باش كتجي لكم سهله. انا كنطلقلها كامله كتكون رقيقه كيف ما كتشوفوا. كنجيبوا واحد قول معلقه ونص كبيره ديال العماره حتى لجوج، كنعملها غير في الوسط وكنشدوا الاجنب ديالها. الا غتجي لكم الا لقيتو غتجي لكم شويه زعما تجي لكم صعيب، بنادم اللي ما عمره عمله، تلقوا هذيك العماره فوق هذيك الكريسه كامله، عاد تشدوها. والساعه اللي الساعه اللي كتقرصوها قرصوها من الاجنب، كتبداو في الاجنب ديالها
جنوب ديال الخبيزه، وكتكملوا لداخل الوسط ديالها، ما تبداوش في الوسط كما غادي نشوفوا. غتشوفوا كيفاش كنعمل انا، حتى انا مولفه كيفاش نخدمها باش ما كتخرج ليش العماره. ولكن اللي ما مولفش زعما كي اللي ما عمرها صوبها ولا شي حاجه، من الاحسن يبدا من الجنب ديالو باش ما كتخرجلوش العماره. المهم انا كنعطيكم النصائح وانتم كتعملوا اللي عجبت لكم، اللي جات لكم سهله ديروها. هاد الوصفه هادي كتجي كتحمق، كتجي لذيذه بزاف. راه صحاباتي كاملين فوقاش ما كنتلاقى معاهم وكنعملوا زعما نتلاقاو هيدا نجيبوا شي حاجه ما ناكل وداكشي، كتعجب لهم الحال الا جبت لهم هاد الخبز معمر معاه في حنا الشلوح، حيت انا اصل ديالي من ورزازات، حنايا كنعملوا هاد الشيء هيدا كبرت به ماشي، وصحاباتي ماشي من هذيك النواحي مره، هما ماشي ما كبروش به، وكيعجب لهم الحال فوقاش ما كنصاوب لهم. المهم كنعملوا هذاك، كتكون عندها مقله ولا طاجين ولا كل واحد شنو كيقول لها، مقله ثقيله كنشعلوا ولا كنخليوها تسخن، كنعملوا شويه زيت فوق المقله وكنعملوا فيها الخبيزه ديالنا. كما كتشوفوا راه مره كندور، مره كندور فيها قبل ما نقلبها باش كتشبر هذاك اللون كامل، باش كتكون كامله محمره، ماشي تكون محمره في واحد الجهه واحده الجهه لا. ورا الصور كيبان كلشي في الصور، ماشي شي حاجه صعيبه. وهاد الوصفه هادي هاد الوصفه هادي ديال خالتي تودا اللي يخليها صحه ديالها، ملي كنت صغيره ديما كنمشيو لعندها ديما كتصوب لينا هاد الخبز معمر، كيجي كيحمق بزاف، وهي اللي عطات لي هاد الوصفه هادي، حيت ديما كيجي مزيون. قالت لي راه الخميره العجينه راه ما كنخمرها شي، وخضره ما كطيبهاش الخضره غير الكفته صافي. وقلت نشارك معكم على سب رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالهنا والصحه والسلامه ان شاء الله. و كتجي سهله حيت تمتم كتخدمها، تمتم كطيبها وكل شيء، فهمتي ما كتستناش خبيزه ديالك تخمر، العجينه ديالك تخمر لك ولا شي حاجه. كتجي اهم حاجه هي كتجي لذيذه ورطبه مع حتى ديك الزبده اللي كتكون فيها، كتجي كترطبه. جربوها ورجعوا لي في التعاليق قولوا لي كيفاش جات لكم. انا عندي زعما في القناه ديالي عملت الخبز معمر شي جوج المرات وقيله، ولكن هذه كتكون سريع دغيا في ساعه كما قلت لكم. الساعه اللي كتكون طايبه بلاتي بعدا نقول لكم، راه هاد العمارة اللي بقات ليلة، اللي بقات ليا ما استعملتهاش كاملة تبارك الله، راه كنت كتبان زعما قليلة، ولكن راه شفتو راه تقريبا نص بقى لي منا، وعندي 8 د الحبات ديال الخبز كما كتشوفوا، راه حبات كانت صغيرة، وفي الاخر دابا تبارك الله راه كتخرج الخبيزة تبارك الله عليها كبيرة. شنو كنت كنقول، الساعه اللي كتكون طايبه عملوها فوق شي المنديل ولا شي زيف ولا على شي حاجه د اللوح بحال اللي عملت انا، باش ما كتعرق لكمش ما كتفزكش الخبيزه ديالكم. كما كتشوفوا راه كتجي خفيفه.